السلام عليكم. العيون التي كانت تتجه صوب الكويت اتجهت صوب القرارات الجمهورية التي حملت في مضمونها تغييرات واسعة شملت مؤسسات الرئاسة والحكومة. والمتابع لمجريات التغييرات السياسية يلاحظ أن العمل على ترتيب البيت الداخلي للسلطة الشرعية قد بات واضحاً قبيل جولات المفاوضات المرتقبة التي من المتوقع إجراؤها في الكويت، والتي كان للتغييرات علاقة بجولة المفاوضات المرتقبة أكثر من غيرها كما يقول متابعون. ويؤكد مراقبون أن هذه القرارات تحمل الكثير من الأبعاد والدلالات قبيل المفاوضات المزمع إقامتها في الكويت بعد أيام بين الحكومة الشرعية وممثلين عن الميليشيا التحالف الانقلاب الحوثيين وصالح من خلال التغييرات الأخيرة على صعيد الحكومة السابقة التي أصبحت مقالة بموجب القرار وتعيين رئيس جديد للحكومة، وهي حاليا حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل جديد واجتماع مجلس النواب لمنحها الثقة وفقا للمجريات الدستورية والقانونية. فما أهمية تلك التغييرات بالنسبة للمقاومة ومشروع استعادة الدولة والشرعية، وما علاقتها أيضا بالنسبة لتعزيز فرص السلام وتدعيم مفاوضات الكويت؟ وهل سيكون للقرارات تأثير على مستقبل العملية السياسية، والتي قيل إن تلك القرارات تدعم حضور الشرعية ولا تجعلها عرضة للاشتراطات قبل المفاوضات وبعدها؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نذهب بداية لمتابعة هذا التقرير. قرارات مفاجئة وكبيرة في مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة. اللواء علي محسن الأحمر نائبا للرئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء خلفا للمهندس خالد بحاح الذي عين هو الآخر مستشارا للرئيس الجمهورية. تغييرات حركت الركود السياسي أكثر من أي وقت مضى، وهي خطوة أقل ما يمكن القول عنها إنها أشبه بضربة استباقية مباغتة قبل الدخول في جولة مفاوضات الكويت المرتقبة. تسارع علي الوتيرة في المشهد السياسي يراه البعض قفزة لتجاوز إخفاقات كثيرة على صعيد المفاوضات السياسية والأداء الحكومي كما أشار رئيس الجمهورية في نص القرار، إلا أن أقرب القراءات لأبعاد التغييرات الجديدة أنها خطوة من الرئيس هادي لتعزيز قلعته السياسية ببيادق قادرة على تغيير المعركة السياسية القادمة قبل أي تسويات قد تقصيه أو تحد من صلاحياته، خصوصا فيما يتعلق بالشروط المسبقة من قبل تحالف الانقلاب التي جاءت على لسان المتحدث باسم جماعة الحوثي وتتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية والتلويح بنقل صلاحيات الرئيس للنائب، وهذا يعد اعترافا بالانقلاب وفق تقديرات متابعين للشأن السياسي في البلاد. تسقط آخر الأوراق السياسية التي تم إبرامها تحت ضغط سلاح الانقلاب وسمي باتفاق السلم والشراكة الذي تم التوقيع عليه تحت أصوات الرصاص والسيطرة المسلحة للميليشيا على العاصمة صنعاء في انقلاب 21 من سبتمبر عام 2014. ويبدو من خلال المؤشرات أن اللعبة السياسية تمضي بمعزل عن المخلوع صالح، وكذلك بإذعان ميليشيا الحوثي لمنطق القوة أخيرا، حيث يأتي تصريح وزير الخارجية السعودي عادل جبير في مؤتمر صحفي أن المفاوضات مع وفد لميليشيا الحوثي في الرياض تسير بشكل جيد، وهو ما يعزز قناعته أن اللغة الدبلوماسية ما هي إلا تجميل للإذعان الذي تقدمه الميليشيا بمجرد قبولها الدخول بالمفاوضات الاستباقية في العاصمة السعودية الرياض. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور أستاذ ياسين. بداية أستاذ ياسين، يعني هذه التغييرات في مؤسسة الرئاسة والحكومة أيضا، ما أهمية مثل هذه القرارات في اللحظة السياسية الراهنة من وجهة نظرك؟ أعتقد أن اللحظة السياسية الراهنة هي التي استدعت هذا النوع من القرارات. أنا يمكن أصفها بأنها قرارات مفصلية في مسار التحول السياسي الذي يمر به اليمن في الوقت الراهن. هذه القرارات لها علاقة بهندسة المشهد التالي الذي قد نراه بعد الحرب، ودائما قرارات من هذا النوع تحاول أن تتجاوز العثرات والتحديات والصعوبات التي اعترضت مسار التحول خلال المرحلة الماضية،
وأعتقد أن اليمن عانى من حكومة غير منسجمة ومن عدم كفاءة. حكومة غير منسجمة مع من؟ مع نفسها أو مع رئاسة؟ على المستوى الفوقي والتحتي. على المستوى التحتي هناك تشكلت حكومة اسمها حكومة التكنوقراط، ثم أعيد إحيائها في مرحلة ما بعد الحرب، ما بعد العدوان الذي شنه الميليشياويون والمخلوع صالح على الدولة. جزء منها ظل يعمل في صنعاء ضد أجندة الدولة نفسها وضد النظام الانتقالي، وجزء منها مع نظام الدولة الانتقالي، ولكن جرى أيضا تغيير هنا للوجوه. ولكن أعتقد أن الحكومة خلال المرحلة الماضية لم تكن بهذا القدر. قد لا يعود الأمر إلى أن الحكومة تتحمل وزر ما يحدث، وإنما كان هناك جملة عوامل موضوعية ساهمت. طيب في أنت قلت أستاذ عفوا، يعني أنت قلت أن هذه التغييرات يعني قدر على تجاوز مثل هذه المشاكل التي تمر بها الحكومة السابقة، ما هي الضمانات لتجاوز هذه الإشكاليات؟ أعتقد طبيعة الاختيارات، طبيعة الاختيارات في التي حكمت هذه التعيينات. عندما يتم الدفع بالفريق علي محسن لمنصب نائب رئيس الجمهورية، هذا يحمل دلالات كثيرة. فالرجل طبعا لديه من الخبرات ومن القدرات ما يجعله لاعبا مهما وأساسيا في حسم المرحلة القادمة، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. الدكتور أحمد عبيد بن دغر هو شخصية مهمة، في كان الشخصية الثانية في المؤتمر الشعبي العام، أو ربما الشخصية الثالثة بعد الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولعله هناك فعلا مصادفة حدثت يعني في الوقت الذي قرر فيه المخلوع الذي يقود جناحا مهما من المؤتمر الشعبي العام التخلص من قيادات مهمة مثل الرئيس عبد الرب منصور هادي وأحمد عبيد بن دغر، يجري تعيين أحمد عبيد بن دغر على رأس الحكومة. وهذا يعني أن الجناح الذي يتزعمه أحمد عبيد بن دغر، وهو جناح مهم في المؤتمر الشعبي العام، أصبح اليوم هو الذي يجسد الشراكة في الحكم خلال هذه المرحلة. وهذه رسائل أعتقد أن أكثر من سيتأذى منها هو المخلوع صالح والحوثيون. أعتقد أنه لا يرق للحوثيين أن يكون الفريق علي محسن الأحمر الرجل الثاني في السلطة، ولا يروق للمخلوع صالح أن يكون أحمد عبيد بن دغر الرجل الثالث في السلطة أيضا. هذه الرسائل أنا في تقديري رسائل مزعجة جدا للفريق الإنقلابي، ولكن أعتقد أن الفريق الإنقلابي لم يعد لديه خيارات، ولم يعد لديه من أوراق يلعبها لإعاقة مجرى التاريخ. أنا طيب يعني أنا أرى في التاريخ يتدفق اليوم باتجاه المستقبل ويحدث تغيرات مهمة. طيب هل هذه التغييرات أستاذ ياسين يعني كان مهمتها فقط إزعاج الحوثيين وصالح كما قلت أنها تغييرات مزعجة بالنسبة إليهم، أم أنها تغييرات قادرة على عمل يعني تغيير في المشهد السياسي حقيقة؟ هي جزء منها تمثل رسائل مزعجة لهذا الفريق، وعندما أقول أنها رسائل مزعجة لهذا الفريق بمعنى أنها أعتقد أنها تحاول أن تحيد هذا الأجندة السياسية والعسكرية لهذا الفريق. بمعنى يعني الفريق الانقلابي اليوم الذي ذهب إلى مشاورات في الرياض، طبعا ذهب يعني نصفه أو نصف الشركاء هم الذين يتواجدون اليوم في الرياض لإجراء مباحثات مع المملكة العربية السعودية. هذا الفريق يبدو أنه فقد كل أوراقه العسكرية والسياسية التي جعلته عاجزا عن مقاومة قرارات من هذا النوع. الفريق علي محسن الأحمر كان هدفا أساسيا في الثورة المضادة التي قامت في 21 سبتمبر وأطلق عليها الإنقلابيون ثورة 21 سبتمبر. وبالتالي عندما يعود هذا الشخص نائبا لرئيس الجمهورية، معناته أن هناك إعادة اعتبار للتاريخ نفسه، لأن الضربات التي تلقاها ثوار الحادي عشر من فبراير، الضربات المتلاحقة والتي راح ضحيتها أولا أهداف الثورة ومبادئها وقيمها وتطلعات الثوار والذين ساندوا الثورة، اليوم هناك ردة فعل عكسية. اليوم الذي يخسر كثيرا والذي يتلقى الضربات هو الطرف الانقلابي، ومن هنا تكمن الدلالة الرمزية لهذه التغييرات. لكن طيب قبل أن يعني تضيف أستاذ ياسين، سنعود إليك لتحليل هذه الفكرة، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ ياسر الرعيني وزير مخرجات الحوار الوطني من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء الخير أستاذ ياسر. قرارات مهمة وتغييرات مفاجئة أيضا، تعيين نائب للرئيس وتعيين رئيس للحكومة، ما هي أبعاد هذه القرارات؟
وفي البداية شكرا جزيلا لكم ولضيفكم الدكتور ياسين ولمناقشة هذا الموضوع على وجه الخصوص. أعتقد نحن في مرحلة يعني مرحلة مفصلية مما يحدث اليوم في اليمن في إطار الحل السياسي وكذلك الحل العسكري، يعني المزيد في الحل في أي من الحلين. أعتقد أن هذه القرارات أتت وبشكل كبير تصب في إطار الحلين معا، يعني إذا كانت قوى الانقلاب ترغب في إيجاد حل سياسي حقيقي على الأرض تنفذ من خلاله قرار مجلس الأمن 2016، فأعتقد أنه هذا بحاجة إلى أيضا الطرف الشرعية يكون من القوة المكان للإقدام على مثل هكذا خطوة، والشرعية مستجيبة في هذا الإطار من وقت مبكر. وكذلك إذا ما اضطرت الشرعية إلى المضي في الحل العسكري إلى أن كما يذكر رئيس الجمهورية دائما يرفع العلم على جبال مرة، فأعتقد أن اليوم هي أتت في إطار هذا المسار، وهذه وأعتقد أنها خلال الفترة الماضية كان لدى القوى السياسية مطالب في هذا الإطار من خلال المشروع الذي قدم من قبل الهيئة الاستشارية الوطنية في مشروع إعادة الدولة وإدارة المناطق المحررة، كان يصب في هذا الإطار بشكل عام. اليوم يعني علنا نشهد واقعا يتغير على الأرض، وهذا ما نريد أن نلمسه خلال. طيب ما هي الضمانات أستاذ ياسر؟ نعم، ما هي الضمانات التي لديكم لرفع علم الجمهورية في مران كما تفضلت؟ يعني ما الجديد الذي سيقدمه أو ستقدمه شخصيتان يعني ربما يشوبها الكثير من اللغط حول الوسط السياسي؟ هو نحن يعني هو في نقطة مهمة نحن نتكلم، وربما ضيفكم الكريم كان يتحدث عنها فيما يتعلق بالثورة المضادة على ثورة التغيير. يعني نحن نتكلم عن شخصية ساندت الثورة وساندت مشروع التغيير وبشكل قوي، اليوم تعود إلى المشهد بشكل واضح وصريح. الشخصية الأخرى لعلنا على يعني دعينا نقول أننا نتحدث عن شخصية وطنية، الهم والبعد الوطني هو الأبرز فيما ستقوم به خلال الفترة القادمة، وأيضا يعني ربما أستاذ ياسر اسمح لي يعني نعم هذه الأحاديث يوحي بهذا العام. نعم هذه الأحاديث أستاذ ياسر يعني سمعناها من قبل في شخصية بحاح الذي تحدث الكثير عن وطنيته وعن التفاف الجميع حوله وإلى ما إلى ذلك، واليوم يعني تظهر التغييرات تحت مسمى أنها عدم كفاءة الحكومة السابقة وأقيل فيها فقط يعني رئيس الحكومة. يعني أنا أريد أن تحدثني كيف يمكن أن يغير يعني نائب الرئيس ورئيس الحكومة المشهد على الأرض فعليا وليس لأنهما شخصية وطنية وما إلى ذلك. ربما حتى يعني نحن لا نتحدث حتى عن مسألة الأستاذ خالد بحاح فيما يتعلق بأنه لم يكن كفاءة أو غير ذلك، لا أعتقد هذا يعني نحن نتحدث عن مسألة هنالك يعني صراع قائم الآن في اليمن ربما بأبعاده المختلفة عسكرية وسياسية، هنالك قوى شاركة وهي هنالك قوى تتحمل تبعات هذا الصراع اليوم بشكل أو بآخر، لعل يعني بروزها في الصورة بشكل كبير ومشاركتها من خلال وشاركتها القوية في قيادة الدولة أعتقد سيكون له تأثير على الأرض أيضا. بالإضافة إلى هذا عندما نتحدث نحن لا نتحدث فقط عن الجانب اليمني، نتحدث عن مسألة دول مجلس التعاون الخليج التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عندما تتعامل مع أطراف موجودة على الأرض وبقوة موجودة على الأرض، هنا ستختلف لربما العبا خلال المرحلة القادمة وستختلف موازين القوة، وأيضا حتى فيما يتعلق بمسألة المضي سواء في الحل السياسي أو استكمال الحل العسكري وبشكل قوي في الأيام القادمة. نعم بعد هذه التغييرات أستاذ ياسر أهم نقطة في هذا الموضوع. نعم بعد هذه التغييرات أستاذ ياسر ما هو مستقبل المفاوضات القادمة في منتصف الشهر؟ أعتقد مستقبل المفاوضات القادمة هي هذه ضمانات لمضي المفاوضات في حال جدية الطرف الانقلاب. أعتقد أن هذه ضمانات قوية للمضي في إطار مفاوضات سياسية خلال المرحلة القادمة. نحن في الحقيقة يعني هنالك ملامح لربما تدل على أنه الحوثي وعلي عبد الله صالح ليس لديهم رغبة حقيقية في الوصول إلى حل سياسي. اليوم ما يحصل في تعز، ما يحصل من محاولة الضرب على محافظة مأرب، ما يحصل من غيره من يعني عندما يرفع الحصار
عن محافظة تعز وتعود هذه الميليشيات لفرض الحصار على تعز، يبدو أنه لا توجد نية حقيقية، لكن مع ذلك الشرعية متمسكة بالقرار 22/16 ولا توجد لدينا مشكلة بأن يخضع العوثي وعلي عبد الله صالح التنفيذ بنود القرار 22/16. نحن يعني كما نقول دائما أنه عصا القوة والسلاح هي ما استخدمت إلا لكي تعود قوى الانقلاب إلى 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 السلم وإلى تسليم السلاح وإلى أن ينخرطوا في المجتمع كمواطنين بعيدا عن القوى والسلاح وفرض الأجهزة السياسية تحت قوة السلاح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر أرعيني، وزير مخرجات الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين، استمعت لحديث الأستاذ ياسر وربما يعني أثيرت نقطة، يعني هل سيؤثر فعلا هذان الشخصيان على يعني وقراراتهما على المشهد العسكري والسياسي؟ يعني لن نبالغ في تقدير قوة الرجلين في إحداث تغيير على الأرض. هذه المسألة هي متعددة الأبعاد ويجب أن تتم وفق منظومة من الجهود التي يجب أن تتوازى، وأهمها طبعا وفي المقدمة منها هو الدعم الكبير من قبل التحالف، سواء الدعم السياسي أو الدعم العسكري أو الدعم الاقتصادي. هذان الشخصان لن يستطيعا تغيير الأمور بدون هذا النوع من الدعم. لابد من أولا كفاءة القرار على مستوى القيادة، المستوى القيادي الأول، عندما يكون هناك حالة انسجام في مستوى القرار هذا يخلق قوة في أداء الحكومة والسلطة ويجعلها أكثر قوة على المبادرة والتدخل في الوقت المناسب وإحداث تحول على الميدان. أنا أريد أن ألفت النظر هنا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط برمزية، يعني ربما يكون للفريق علي محسن الأحمر وبن دغر رمزية في تعيينهما في هذه المرحلة تحديدا بالنظر إلى الأدوار السياسية التي أداها الرجلان خلال المرحلة الماضية، لكن الأمر أيضا يتعلق بأولويات التحالف نفسه، وبالتحديد العضو الأهم والقيادي والفعال في هذا التحالف هو المملكة العربية السعودية. ربما ترتيبات استعادة صنعاء سواء كانت بالوسيلة السياسية أو بالوسيلة العسكرية كما أشار إلى ذلك الوزير ياسر الرعيني، قد ربما تحتاج شخصيات وازنة مثل الفريق علي محسن الأحمر. لا، هذا لا يعني أن خالد محفوظ بحاح ليس كفؤا. خالد محفوظ بحاح ربما أدى دوره خلال المرحلة الماضية، نجح حيث نجح وأخفق حيث أخفق، والتاريخ هو الذي سيحكم أين أخفق وأين نجح، وقد قال هذا بنفسه. لكن هناك أدوار تليق بأشخاص أو تتطلب وجود أشخاص، وهناك أدوار تتعلق بأشخاص آخرين. أنا أعتقد أن التوجه نحو صنعاء سواء توجه سلمي عبر مشاورات وتفاهمات يعني عبر المسار السياسي أو عبر الحالة العسكرية يقتضي وجود علي محسن الأحمر. علي محسن الأحمر مهمته الأساسية بطبيعة الحال بما يمثله من شخصية وازنة ومحترمة في على الصعيد السياسي والقبلي، فهو قاسم مشترك بين قوى سياسية مؤثرة وبين قوى قبلية مؤثرة. هناك كتلة تشكلت حول صنعاء وقامت هذه الكتلة على باطل وقامت بالانقلاب وقوضت أسس النظام الانتقالي والشراكة الوطنية. هذه الكتلة لا يستطيع أن يفتتها سوى هذا الشخص بما عرف عنه من التزامات وطنية ومن رؤى ثاقبة ومن مسؤولية أخلاقية تجاه الوطن في السابق وفي اللاحق، على الرغم مما يثار حول شخصية. نعم، كنت سأسألك يعني كما رحب مجموعة كبيرة من الناس والمتابعين مثل هذه القرارات، وجدوا ربما أنها ستخطب خطوة إلى الأمام سواء في المفاوضات السياسية أو في الحلول العسكرية، ولكن هناك أيضا جهة وجدت أن مجرد يعني تدوير للماضي، وأن يعني ألا يوجد تثار أسئلة، لا يوجد شخصيات يعني لم تلوث صورتها بعد بأي شيء، لم تذكر يعني في أي جهة من جهات الحكم الماضي حتى تظهر يعني قيادة المسألة في هذه الآونة. أولا، مصدر الوسخ السياسي الذي علق بالذاكرة اليمنية وبالجسد اليمني هو المخلوع علي عبد الله صالح. الذين عملوا معه تحملوا جزء أو وزر
الأخطاء الهائلة التي ارتكبها خلال فترة حكمه، لكنهم ليس كل من عمل مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ملوثا. هناك مواقف ثابتة في حقيقة الأمر من الفريق علي محسن، هناك مواقف ثابتة لا يمكن أن نغيرها أي شيء لأنها مواقف مبدئية. المؤيدين له لم تتغير مواقفهم، والمعارضين له لم تتغير مواقفهم، لكن هناك كتلة مهمة جدا يعني عادت إلى ضميرها واعتقدت أنه بعد هذه المغامرة القاتلة التي أقدم عليها الإنقلابيون، وبعد أن ذهب جزء منها وراء المقولات التي سوقها المخلوع علي عبد الله صالح وأجهزته والحوثيون، بدأوا الآن يقولوا لقد ظلمنا الفريق علي محسن الأحمر، وآن لنا أن ننصف هذا الرجل وأن نستمع إليه وأن نصغي إليه وأن ننظر إلى الدور الذي يؤديه باحترام. ليس المهم هنا أن نقول أن علي محسن الأحمر كان مع نظام المخلوع صالح، نعم كان جزءا من نظام المخلوع صالح وكان الرجل الثاني في هذا النظام وأدى الدور الذي يؤدي في تلك المرحلة، لكن هذا الرجل ظل يتمتع بمستوى معين من القيم وفي التعامل وفي السلوك، وفي لحظة ما في لحظة تاريخية حاسمة أظهر الموقف الوطني الشجاع الذي ساهم في كسر المعادلة وفي تغيير مجرى التاريخ، لا ينكر هذا إلا 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 جاحد. ولهذا ولكن هل يتعين علينا أن نستمر في ترديد مقولة أن الفريق علي محسن هو الأيقونة وهو الأمل وهو الحل وهو لا؟ الفريق علي محسن هو بشر يخطئ ويصيب، نحن نقدر بأن دوره مهم جدا خلال هذه المرحلة، لكن اليمن تظل أولوياته الشعب اليمني الذي يتطلع إلى الحرية والسلام والاستقرار، وهذا في تقديري حتى ما ورد في بيان الفريق علي محسن نفسه. هذا الشعب يريد دولة حقيقية، يريد دولة المواطنة، دولة النظام والقانون، دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة بسهولة ويسر، يعيش فيها الجميع على قاعدة الشراكة والمواطنة المتساوية، هذا ما نتطلع إليه. وما نأمله أيضا أن الفريق علي محسن بمساعدة التحالف والرئاسة وكل المسؤولين في الدولة سيعملون خلال مرحلة انتقالية يعني قادمة على تهيئة الأرضية لإنشاء هذه الدولة التي يتطلع إليها اليمنيين، لترسيخ جذور هذه الدولة التي يتطلع إليها اليمنيين، ثم ننصرف فيما بعد إلى الـ 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 نحو الدولة التي تغيب فيها الرموز الرموز والأشخاص ويظهر فيها النظام والقانون. بالتأكيد هذا ما نريده، ولكن أستاذ ياسين هناك من يجد أن هذه القرارات جاءت استباقية لما يمكن أن يخطط له أو يدبر له، هناك ترتيبات ربما قيلة وأوراق سياسية بعينها كان يمكن أن تطبخ في مفاوضات الكويت، هل تتفق معها؟ بالتأكيد أنا هذا ما كنت أريد أن أقوله قبل أن يدخل على الخط الوزير ياسر الرعيني. طبعا ممثلين عن الحوثيين في الرياض هذا تطور في غاية الأهمية، وهناك مفاوضات تجري ولكنها تجري يعني بعيدا عن الأضواء. هذه المشاورات هي المشاورات الحقيقية، هذه المفاوضات هي المفاوضات الحقيقية. الجديد في هذه التعيينات أنها جاءت فيما تجري هذه المفاوضات، والخصوم الحقيقيين المفترضين للفريق علي محسن وبن داغر موجودون في الرياض، وهذا مهم للغاية. عندما يصبح هؤلاء هم الواجهة السياسية التي يمكن أن يتقابل معها الحوثيون في المشاورات الرسمية التي ستعقد في الكويت، فهنا يثار التساؤل، هل جاء تعيين الفريق علي محسن فعلاً بناء على أولويات يمنية محضة؟ أنا أقول لا، أنا أعتقد أنه تعيين الفريق علي محسن يعكس في المقام الأول أولويات خارجية في المقام الأول، وهذه الأولويات مرتبطة بالتحالف العربي وبالمملكة العربية السعودية التي تريد أن تطمئن بأن الدولة القادمة ستكون دولة قوية ومؤثرة وعندها قدرة على حسم عملية الانتقال، ولديها يعني الرموز الذين يديرون هذه الدولة لهم ثقل ودورهم وازن في أوساط الشعب اليمني، وبالتالي تستطيع أن تركن بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة في تاريخ اليمن، وخلال هذه المرحلة سيتم ليس فقط بناء الدولة اليمنية القوية المقتدرة التي يستظل بها جميع اليمنيون، وإنما الدولة أيضا التي يمكن أن تتأهل لكي تصبح شريكة أساسية للمنظومة الخليجية وجزءا أساسيا من هذه المنظومة، وهذا أيضا ورد في بيان الفريق علي محسن الأحمر. وكنت أريد أن ألقي الضوء أو على هذا البيان الذي
أعتقد أنه صيغة بعناية ولم يشكل فقط وجهة نظر شخصية للفريق علي محسن، إنما أيضا وجهة نظر مشتركة تمثل الرئاسة وتمثل التحالف. فهناك رسالة ضمنية في هذا البيان موجهة تحديدا للإخوة في الجنوب والذين ورثوا تركة سيئة وسمعة مشوشة حول دور الفريق علي محسن. كانت هناك رسالة من تقوم على فكرة أننا سنعمل جاهدين بمعية الرئيس عبد الرب منصور هادي لمعالجة كل الإشكاليات والمظالم التي يعني واجهها اليمنيون، وفي مقدمة هذه المظالم والقضايا هي القضية الجنوبية. كان بيانا حصيفا وكان بيانا يشير بشكل واضح إلى الدور الحاسم المحوري الذي سيؤديه الفريق المحسن خلال المرحلة القادمة. نعم، إذن سنعود لنقاش هذه المواضيع أستاذ ياسين، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. نحن كنا نتحدث عن ربما في بداية الحلقة تحدثت عن صراع بين الحكومة ربما ومستوى أعلى مع الرئاسة. هذا الصراع أستاذ ياسين هل هو ينعكس أيضا على صراع كان يدار الحديث عنه في التحالف نفسه، خلافات في التحالف تنعكس على خلافات في الحكومة والرئاسة وبالتالي حسمت من خلال هذه القرارات؟ أعتقد أنه كان هناك حالة من عدم من سوء الفهم في العلاقة ما بين الرئيس ونائبه، و حالة عدم الثقة وسوء الفهم هذه منشأها في تقدير الشخصي هو أن مستويات التفويض الممنوحة لكلا الرجلين من التحالف العربي. قبل في بداية العام من تدخل التحالف العربي كانت الأجندة مختلفة تماما، وكان هناك طرف يدفع باتجاه تصفية الحسابات داخل الساحل اليمني ليس فقط مع الحوثيين والمخلوع صالح وإنما أيضا مع أطراف أخرى. ولهذا أعتقد أن النائب ربما كان لديه تفويض، وهذا التفويض ربما يتعارض مع صلاحية الرئيس نفسه. كلاهما كان يعتقد أن لديه من الصلاحيات والامتيازات والدعم ما يكفي لكي يمرر وجهة نظره السياسية وخططه التي يراه أنها هي الأجداد تخدم أجندة الطرف الذي يدعمه. يتحمل التحالف العربي في تقديري جزءا من المسؤولية عن حالة عدم الاستقرار وحالة سوء الفهم التي اكتنفت علاقة الرئيس بنائبه، لكن هذا أيضا يجب أن يقودنا إلى قول الحقيقة فيما يعني خالد محفوظ بحاح لا تنقصه الكفاءة، كان رجلا ويمتلك كاريزما وكان بالإمكان لو توفرت أجواء مناسبة للعمل وامتلكت الحكومة الموارد وعمل بحاح على 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 تطبيق الأجندة الحقيقية التي كان يفترض أن تحدث هذه الانتقالة نحو يمن بلا ميليشيا وبلا حروب كان يمكن أن يكون أداؤه أفضل. لكن أعتقد أن ارتهان نائب الرئيس ورئيس الحكومة لأجندات معينة ربما أفسدت دوره وأساءت إلى هذا الدور، ومع ذلك يظل هذا الشخص جدير بالتقدير والاحترام. وهنا لا نريد في كل مع ذكر هذه التعيينات أن نشير إلى أن حتى وإن ورد في الديباجة الخاصة بتعيين رئيس الوزراء الجديد ما يشير إلى أن الحكومة أخفقت. نعم الحكومة أخفقت، وخالد محفوظ بحاح ربما لم يمتلك التقدير المطلوب لأزمات مهمة وألقت بظلالها الكبير على مجرى الأحداث، على سبيل المثال استيعاب المقاومة. نعم هذه النقاط هي ذكرت تقريبا في وهذه ديباجة القرار. نعم لماذا هذه النقاط تحديدا؟ أنا أعتقد أنه لولا أجندة طرف ما في التحالف ربما لما كنا قد وقعنا في هذه الإشكالية من الأساس. نعم، إذا أستاذ ياسين ينضم معنا أيضا في حوارنا هذا الأستاذ محمد موسى العمري مستشار رئيس الجمهورية. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله أستاذ محمد. لو تحدثنا عن هذه القرارات وما مدى تأثيرها على فكرة استعادة الدولة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني القرارات هذه قرارات جوهرية، سواء كان من حيث أولا الجهات التي يعني حملت هذه المسؤولية الجديدة، أو من جهة التوقيت في هذا الظرف بالذات. جاءت هذه القرارات وهي في الحقيقة كانت يعني مرتقبة لكثير من المهتمين والمتابعين لأسباب كثيرة، من أهمها ومن أبرزها أولا أنه لا شك أن هناك يعني إشكال في الدور الحكومي والتعاطي مع ملف الأزمة بشكل عام. كان هناك في الحقيقة مشكلة يعني واضحة وبرزت العيان. نحن لا شك أننا في مرحلة أزمة وفي مرحلة صراع تستدعي يعني إدارة وتجميع للخيوط والأطراف اليمنية من مختلف الجهات والتوجهات. نعم، كيف ستحل هذه التغييرات أستاذ موسى؟ كيف ستحل هذه التغييرات كل هذه الإشكالات برأيك؟ التغييرات من الواضح أنها متجهة في مسارين. أولا على المسار العسكري، إسناد النائب الرئيس إلى الفريق علي محسن الأحمر لا شك أنه مؤشر إلى ضرورة التواجد العسكري ويعني استعادة الدولة وبسط نفوذها على جميع مناطق اليمن. أو الشيء الثاني، إسناد رئاسة الوزراء إلى الشخصية السياسية المخضرمة الدكتور أحمد بن دغرة، أيضا هذا مؤشر سواء كان من حيث وضعه في المؤتمر الشعبي العام أو من حيث يعني الدربة وأيضا الممارسة المعروفة بالنسبة لشخصية مثل أحمد عبيد بن داغ. لا شك يعني أفهم من كلامك أستاذ موسى أن يعني الرجلين أحدهما وهو الفريق علي محسن سيتحمل الملف العسكري، والأستاذ أحمد بن داغ سيتحمل الملف السياسي. بالضبط، هناك تداخل لا شك. الآن الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس نيابة مطلقة، سواء كان الملف السياسي أو الملف العسكري، لكن فيه ما هو بارز في هذا الرجل وفي ما هو بارز في الرجل الآخر، وكلاهما يتكاملان في هذه المرحلة التي تتطلب يعني 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 حضور من نوع خاص في هذين المسارين الرئيسيين. نعم أستاذ موسى محمد، يعني هذه التغييرات السياسية يعني هي في الهرم الأعلى للدولة اليمنية، وتعكس ربما ملامح واقع سياسي ربما بدأ بالتشكل الآن. هل تتفق مع هذه الفكرة؟ أكيد أن التغيير هذا يعني لم يأتي من فراغ، وأن هناك مقدمات دفعت إليه سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، لكنها في كل الأحوال تشير إلى توجه جاد وحقيقي من قبل الحكومة اليمنية لطي صفحة هذه الأزمة والاتجاه بها إلى الطريق نحو الأفضل بإذن الله تعالى. نعم، إذن يعني هذه كانت هناك مقدمات للقرار كما تحدث، ولكن هل هناك أيضا تأثير على هذه القرار على هذا القرار مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات؟ بالعكس، أعتقد أن مثل هذه القرارات هي تدفع باتجاه نجاح المفاوضات بشكل كبير جدا. الحوثيون والجهات الانقلابية ومحمد المخلوع كانوا يراهنون على تصدع الجبهات الشرعية، الآن خلاص انتهى هذا التنافر بين الحكومة وبين مؤسسة الرئاسة وأصبحت وجهة واحدة. كانوا يراهنون على يعني بعض الأطراف ذات المشاريع الخاصة والتجزئة، الآن أصبحنا أمام جهة يعني موحدة منسجمة في كل المسارات العسكرية والسياسية. نحن اليوم سنذهب ونحن أكثر صلابة وأكثر قوة وتماسكا في هذه الجبهة، وهذا لا شك أنه مصدر قوة وسيكون له تأثير وانعكاسات إيجابية في المشاورات في الكويت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد موسى العمري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ
ياسين، ربما يعني ذكر الأستاذ محمد أن هذه التغييرات ستدفع بالمفاوضات نحو الأفضل كما قال، وربما يعني تسعى إلى ذلك، ولكن يعني نجد أن الحوثيين ولو أنهم لم يقوموا بأي ردة فعل رسمية، ولكن يعني من خلال متابعة متابعينهم وكتابهم أيضا يجدون أن هذا قضاء كما قالوا على أي بذرة أمل للسلام بتعيين هذين الرجلين، ما رأيك؟ طبعا، لكن تظل هذه الردود فردية ولا تعكس موقفا رسميا، وهذا يعني أن الضربة كانت قوية ومؤثرة وصاعقة، لأنهم أصلا موجودون في الرياض، وبالتالي أي موقف ربما سيكون حاسم على مستقبلهم السياسي، خصوصا أن الحل العسكري لا زال مشرعا كما أكد على ذلك ولي العهد السعودي وزير الدفاع. أعتقد أنهم قد يقولون أشياء كثيرة حول تعيين الفريق علي محسن وأحمد عبيد بن دغرة، لكنهم يحتاجون إلى الشجاعة للقول ما إذا كانوا سيستمرون أو سيذهبون إلى مشاورة الكويت. وأعود وأقول بأن مشاورة الكويت ربما تنبني بشكل أساسي على ما يجري في الرياض الآن، وما يجري في الرياض ليس فقط حوارا ثنائيا بين الحوثيين أو المملكة العربية السعودية، وإنما حوار يعني تحضر فيه السلطة الشرعية نفسها وأطراف دولية وإقليمية، ويجري فيه بلورة أعتقد حل ربما يكون شاملا يتأسس على قرارات مجلس الأمن، وهذا الحل أعتقد هو الذي سيقدم وثيقة لمناقشات أو مشاورة الكويت. وهنا أنا في تقديري أن مشاورة الكويت ربما تكون ذات طابع إجرائي بروتوكولي أو رسمي للاتفاق يجري الآن صياغته وبلورته، وبناء مواقف واضحة ومحددة من قبل الأطراف حياله الآن كما يجري في الرياض. هناك نقطة أستاذ ياسين يعني تلاحظ ربما في المشاورات السابقة جنيف 1 وجنين وجنيف 2، أن دائما ما قبل هذه المشاورات يسبق تحركات عسكرية على الأرض، كل من يريد أن يثبت قوته وصلاحيته على الأرض أكثر. هذه المرة نجد أن التحركات السياسية هي الأكثر سرعة، كيف تقرأ هذه النقطة؟ أعتقد أن الطرف الانقلابي استنفذ أوراقه العسكرية، على الرغم من الاختراقات اللي حدثت في تعز، وهي اختراقات في تقدير وهمية، لأن التحرك في منطقة فراغ كالوازعية ليس إنجازا عسكريا، ولكن أعتقد أنه جزء من خطة التحالف أيضا لإبقاء الحوثيين متورطون ليس فقط عسكريا وإنما أخلاقيا في محافظة تعز، وهذا يقوي على يفسد عليهم خططهم في إظهار التحالف على أنه هو المتورط أخلاقيا في حرب اليمن. عندما يتحدثون عن التحالف هناك جرائم يرتكبونها باستمرار في تعز، لكن أنا في تقديري أن الأوراق العسكرية تم استنفاذها ولم يعد لديهم ما يقولونه، كون ممثلي الحوثي في الرياض هذا يعني أن الذهاب في المسار السياسي أصبح حاسما ولا رجعة فيه، كون الحوثيين في كنف الرياض هذا هو التحول الأبرز أعتقد في مسار الحرب في اليمن. نحن دخلنا الآن مرحلة استسلام كاملة من قبل الحوثيين والمخلوع صالح، والأسوأ بالنسبة للمخلوع صالح أن حتى هذه الاستسلام لم ينال شرفه أبدا، وهذا هو المضحك المبكي، ولهذا هو يعني سارع إلى مجموعة من المبادرات التي أعتقد أنها يعني تشبه رقصات الديك المذبوح. دعوة الحوثيين إلى الرياض أعتقد أنه يعكس دورا أمريكيا واضحا هنا، والدور الأمريكي أعتقد أنه قد همش أو حيد المخلوع صالح وربما بصم على فكرة إنهاء الدور السياسي. هل تتوقع أن يقبل مثل هذا الأمر؟ هل سيتنحى جانبا ويظل بدور المتفرج؟ ليس لديه خيارات، كل ما يمكن أن يعمله قد عمله إلى الآن، جرب الخيارات العسكرية، ألقى كل ما بجعبته من صواريخ على الجانب السعودي وعلى قوات الشرعية، ولكن هذه الصواريخ لم تصب أهدافها. الحوثيون استنفذوا كل خياراتهم الاستراتيجية، وأصبح تبين أن الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي يمكن أن يجدي نفعا ويبقيهم
في المشهد السياسي هو خيار السلام وغير وليس أي خيار آخر غيره. علي عبد الله صالح يدرك أنه يلعب بأوراقه الأخيرة في هذه المرحلة وأنه قد دخل مرحلة العزلة. هو علي عبد الله صالح يحتاج الآن إلى معجزة لكي ينفذ من المأزق الحقيقي الذي وضع فيه في هذه المرحلة. ليس هينا أن يذهب الحوثيون بمفردهم ويتركوا شريكهم. كان علي عبد الله صالح والحوثيون خلال المرحلة الماضية يراهنون على تفكيك جبهة الشرعية، ولكن ما حدث هو أن الشرعية استطاعت أن تترمم وترمم تصدعاتها وتبدو قوية جدا بما يكفي لردع طموحات الإنقلابيين، والذي تصدع وتفكك هم الإنقلابيون. نعم أستاذ ياسين، يعني برأيك لما التعتيم الإعلامي من قبل الحوثيين في مسألة ذهابهم إلى الرياض وهذه المفاوضات؟ لا نجد أي حديث عنها من طرفهم. قوة التحركات السياسية في سريتها، لأنه لو تابعت وسائل الإعلام أماكن انعقاد الحوار ومن الذي يشارك فيه، ولكن الجبير ظهر وتحدث عن وجودهم هو أكد في الرياض. هو أكد معلومة ورد على سؤال هل هناك ممثلين للمخلوع صالح في الرياض، قال لا، وهذا له وهذا مؤشر قوي جدا، هذه إشارة مزعجة بالنسبة للمخلوع صالح. لكن هو أكد ما قاله ولي العهد أنه هناك فريق أو ممثل الحوثيين موجود في الرياض. إذن قوة هذه المشاورات، قوة هذه المحادثات التي تجري في الرياض هي سريتها، لأنه لا يمكن أن تحدث اختراق في أزمة معقدة كالأزمة اليمنية في هذه المرحلة ما لم تأخذ المفاوضات مساحة كافية للتداول بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن المهاترات. نعم، هل تجد أي تأثيرات سلبية على القرارات الأخيرة على مسار السلام؟ لا، أنا أرى فيها تعزيزا لخيار السلام. ذهبت قررت الحكومة بهذه التعيينات أن تذهب إلى السلام وهي قوية متماسكة ولديها الكثير من الخيارات للدفاع عن خيار السلام بما فيها الخيار العسكري. وعندما تقرر أن تمضي بخيار الحل العسكري الذي قد يؤدي إلى استعادة صنعاء بالوسائل العسكرية تكون قد استعدت بما يكفي لهذا الخيار. وأعتقد أن الفريق علي محسن يمثل خيارا جيدا على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي كما سبق وأن أشار ضيوفك في هذه الحلقة. وكما ومرة أخرى أريد أن أنبه بأن إذا كان للفريق علي محسن من دور وطني في هذه المرحلة فهو دور يمثل بقدر ما هو مشرف له، لكن هو تكليف يجب أن يؤدي بكفاءة وبأمانة. وما نحتاجه ونتطلع إليه هو الانتقال إلى مرحلة الدولة التي يغيب فيها تأثير الفردانية في القرار السياسي، ويستعيد الشعب حقه في التفويض وفي امتلاك قراره وفي تقرير مصيره. أخيرا أستاذ ياسين، على ضوء القرارات الأخيرة برأيك إلى أين يتجه البلد، إلى حل سياسي أم إلى حل عسكري؟ أعتقد أن المسار الآن الذي يمشي بخطة ثابتة هو الحل السياسي. الخط العسكري والمسار السياسي العسكري لم يهدى، لكنه وتيرته تراجعت نوعا ما. فأعتقد أن المسار السياسي هو الذي يمشي الآن قدما، لكن كل الخيارات في تقديري مفتوحة وكل الاحتمالات واردة. قد وما أراه أنا شخصيا هو أن الحسم السياسي يتحقق اليوم بحزم عسكري واضح من خلال يعني هذه التعيينات، من خلال هذه التعيينات سيفرضها، ومن خلال الاستعدادات على الأرض، ومن خلال الاختراقات المهمة التي حدثت على الأرض فيما كانت المشاورات السرية تجري في الرياض. إذن أستاذ ياسين، بهذا الشكل انتهينا من هذه الحلقة في المساء اليمني. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي. كما أتوجه بشكر لضيوفي عبر الهاتف، الأستاذ ياسر الرعيني وزير مخرجات الحوار الوطني، وكذلك الأستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية. بالطبع نحن في ظل هذه القرارات ما زلنا ننتظر ما الذي ستفضي إليه، وهل فعلا ستحقق حلولا حقيقية سواء في المفاوضات القادمة أو حتى على الأرض. إلى أن نلتقيكم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمتابعتكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من المساء اليمني، كونوا برعاية الله وأمنه.